السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد بن عبد الله خاتم المرسلين وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. بسم الله ما شاء الله لا قوة إلا بالله، أستغفرك ربي وأتوب إليك. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. مرتضى منصور تاني بيحاول يكسب أو يستعطف جماهير نادي الزمالك بموضوع ملف نادي القرن. مرتضى منصور اتكلم واعلن انه هيحاول يفتح من جديد ملف صفقة القرن، وزي ما كلنا عارفين وعرفنا واتكلمنا في الموضوع ده من يومين ثلاثة، ان خالد الغندور كان يتكلم من خلال صفحته الرسمية على فيسبوك في فترة انقطاع برنامج الزمالك اليوم ده، ظهر على الفيسبوك من خلال صفحته الرسمية وعمل فيديو بث مباشر واتكلم وحاول يوضح وجهة نظر مرتضى منصور. مرتضى منصور لا يقصد من وجهة نظر خالد الغندور او بيفسر كلام مرتضى منصور، قالك مرتضى منصور بيقول كلام هو مش حاسس بيه، يعني مش داري هو بيقول ايه، وياما شتمني وقال عليا قزمه قبل كده ومش عارف ايه، لكن هو ما يقصدش يهين نادي الزمالك ويصفه بصفيحه الزباله، والقصه احنا عرفناها. وحاول برضو يكسب جماهير نادي الزمالك بعد الهجوم العنيف عليه هو ومرتضى منصور ووصفه بالطبال والمنافق، وعشان بيطبل علشان ياكل عيش من حوالين مرتضى منصور من خلال وجوده بجوار مرتضى منصور، واتكلم وقال صفقة القرن. النهاردة مرتضى منصور بيتكلم عن صفقة القرن برضو أو نادي القرن. مرتضى منصور بيتكلم عن نادي القرن، يعني بيقول إن الاتحاد الأفريقي هيفتح الملف الجديد ونادي الزمالك ياخد لقب النادي القرن بعد مرور 19 سنة. زي ما احنا عارفين إن كل ده كلام للاستهلاك المحلي، اشغل الناس هيجة بسبب جروس ويقول لك احنا خدنا بالحظ وجماهير الزمالك قلب عليه وما فيش 50 مليون جنيه راتب جروس اللي كان بيدفعها تركي آل الشيخ، وتركي آل الشيخ سبب الرياضه وراح هيئه الترفيه في السعوديه والقصه وكل دي. فعاوز تاني يرجع من باب نادي القرن واتكلم، واحنا اتكلمنا. بس هو مرتضى منصور بيحاول يستغل بقى علاقته باحمد الفتره دي، زي ما احنا عارفين انه احمد كلفه او فوضه برفع قضيه على عمرو مصطفى مراد فهمي علشان يقاضي عمرو مصطفى مراد فهمي، ومرتضى منصور هو وكيل احمد حاليا بناء على الاخبار المنتشره. وكان اكدها يعني احمد شوبير من خلال وجود مرتضى منصور في اتحاد الكره، الناس قالوا هو اللي بيدير ومش هو اللي بيدير، فعشان احمد شوبير يخرج من قصه هو اللي بيدير او مش هو اللي بيدير، فرمى القصه على ان مرتضى منصور كان رايح ياخد تفويض من احمد من الاتحاد المصري لكره القدم. واثناء او في اليوم، بمعنى اشمعنى في اليوم اللي هو فيه الاجتماع ده اللي هيطلع بيان بالرد على النادي الاهلي. كل ده كلام فاضي واستهلاك محلي. وقلت قبل كده ريموند هاك اللي هو في المستشار في اللجنه التنفيذيه بالكاف قال لك الكلام ده فاضي، كلام ملوش اي اساس من الصحه. القصه انتهت من 19 سنه والمعايير اتحطت من سنه 94. فمرتضى منصور بيحاول يكسب جماهير نادي الزمالك. ناخد بعض التعليقات السريعه كده النهارده. يعني واحد زي علاء عزت اللي بيكتب في قناه في مجله نادي الاهلي قال لك ايه، يعني النهارده الدوري التونسي زي حالاتنا كده بعد المباراه اللي كانت بين الترجي والوداد، المفروض ان دي كانت ختام البطوله الافريقيه، بعدها حددوا 5 لقاءات للترجي، كان له مباريات مؤجله فله 5 مباريات. الترجي الاتحاد التونسي قرر انه يلعبها. عامر حسين يطلع يقول لك اصل الدوري غير الدوري، هم 14 فريق واحنا 18 فريق، فعدد الاسابيع بتختلف، لكن ماليش علاقه بعدد الاسابيع. الزمالك النهارده انتهى يوم كام؟ انتهى لعب الكونفدراليه يوم 26. هل الترجي بيلعب النهارده يوم 3 و6 و9 و12 و15، 5 كل 3 ايام، كل 72 او 48 ساعه كل ما بينهم، يعني 3 و6 و9 و12 و15، 5 مباريات. الزمالك مخلص يوم 26، لو بدانا مش هنقول 3 من يوم 30، ويوم 15 ده الاتحاد الافريقي ما فيش لعب، النشاط هيتوقف علشان بطولة الأمم الإفريقية. فالنهارده الاتحاد المصري أهدر وقت طويل ومفيش كلام، واحنا اتكلمنا كتير في القصة دي. وبرضه كلام ردا على علاء عزت زي ما أنا بقول، العايد في المثل بقى العايد في الفات نصم العقل، يعني اللي فات انتهى والقصة والاتحاد طلع بيان وهنشوف النادي الأهلي هيعمل إيه. وأعتقد النادي الأهلي يعني ممكن في كلام إنه ممكن بعد يوم الأربعاء أو يوم الأربعاء يطلع بيان بناء على رد لجنة التسويات والنزاعات في اللجنة الأولمبية. النادي الاهلي كان تقدم طلب مستعجل، فهنشوف النادي الاهلي هيعمل ايه. يعني بخصوص سريعا كده، النادي الاهلي في اقاويل انتشرت مؤخرا عن ان مارتن لاسارتي هيسيب النادي الاهلي
وبالفعل سافر، والناس الجرايد والصحف بدأت تتكهن تقول لك خلاص النادي الأهلي بيستغنى عن لاسارتي، لاسارتي بينهي التعاقد مع النادي الأهلي. لكن سيد عبد الحفيظ طلع ووضح النقطة ديت، قال لك إيه، لاسارتي سافر من أجل الحصول على فترة استجمام وسيعود مع بداية التدريبات يوم 22 هذا الشهر. كلنا عارفين النادي الأهلي كان إدى إجازة للعيبة 48 في 48، وبعد كده لما الاتحاد المصري قال لك اللعب هيبقى بعد أمم أفريقيا مد الإجازة ليوم 22، والسيد عبد الحفيظ طلب إجازات السفر من اللعيبة عشان يحصلوا على تأشيرات علشان معسكر النادي الأهلي في ألمانيا في الفترة المقبلة. فبالتالي مارتن لاسارتي بناء على كلام سيد عبد الحفيظ إن مارتن لاسارتي هيرجع، هيكون متواجد يوم 22 هنا مع بداية فترة الإعداد الجديدة للنادي الأهلي. ناخد بعض ونسمع علاء صادق الناقد الرياضي، دكتور علاء صادق علق على القصة بتاعت ممدوح عباس وشكوى مرتضى منصور اللي كنا قلناها لحضراتكم في الفيديو السابق. قال لك إيه، لم وهاجم وزير الرياضة، قال لك لم تشهد مصر وزيرا للرياضة يعمل خادما عند الزمالك مثل أشرف صبحي الموظف السابق بالنادي. يعني هو كان بيشتغل في نادي الزمالك أصبح وزير الرياضة، هيعمل لصالح مين يعني؟ هل النهاردة عنده مع احترامي ليه يقعد مع مرتضى منصور اللي يقول له كان يوماني ده رئيس نادي الزمالك انت كنت شغال عندي؟ مع احترامي لوزير الرياضة يعني. قالك عباس رئيس الزمالك السابق فضح الوزير والجهة الإدارية وجهاز المحاسبات ووزارة المالية ببلاغ عن تحويل أموال الزمالك لحساب عضو مجلس الإدارة في البنك. كشف الوزير يعني الجهات الرقابية كانت بتحقق في نادي الزمالك، هل هم ما اكتشفوش؟ هل النهاردة ممدوح عباس هو اللي اكتشف؟ وفعلا ممدوح عباس قدم بلاغ النادي في نادي الزمالك ورئيس نادي الزمالك وامين الصندوق اللي هو اسماعيل يوسف وطبيب الفريق والمدير التنفيذي لنادي الزمالك بتهم تشبه تهم اهدار المال العام والاستيلاء على الاموال وتحويلها لحسابات شخصيه زي ما قصه هاني زاده قلتها لحضراتكم في الفيديو السابق. قال نفس قصه هارب هاني زاده عدو جديد سيهرب قريبا، ده كلام مرتضى منصور. اما بالنسبه بقى لعبد الناصر زيدان ومرتضى منصور، قال لك ايه، حراميه بهلول يدعو مرحله الغسيل. الواد حماده بعضشي اللي بياخد 35000 جنيه في الشهر لمجرد انه شغال معرض لسيده بهلول في نادي الزمالك تحت مسمى وهمي، عمال يلف على الترابيزات هو ومراته الحربايه علشان يعملوا غسيل سمعه لولي نعمتهم. عموما ملف حماده جاهز واستوى، بس السؤال هي مراته شغالة ايه في النادي وبتقبض كام؟ ده ما نعرفش لحد دلوقتي، لسه الايام القادمة هتكشف عن مين هو حمادة بعضشي اللي بيقصده عبد الناصر زيدان. وقال عبد الناصر زيدان انقذوا نادي الزمالك قبل فوات الاوان، مرتضى منصور يرتكب جريمة تاريخية في حق الزمالك واعضائه، فمن ينقذ الكيان الكبير من العبث بالعضويات وفتحها مجانا من اجل الصناديق الانتخابيه اعصار الزمالك قادم. ده كلام عبد الناصر زيدان على ان مرتضى منصور عمال يدي عضويات مجانيه لكل الناس علشان لما يبقى في انتخابات يبقى عدد كبير من الجمعيه العموميه هو عمل معاهم يعني اهداهم عضويات نادي الزمالك، فبالتالي هيردوا له الجميل في الانتخابات نادي الزمالك القادمه. واضاف عبد الناصر زيدان وقال مرتضى منصور يعيش حاله من الارتباك الشديد وتلقى وصل توبيخ شديد اللهجة، والدولة تعطي الضوء الأخضر بفتح ملف قضاة مجلس الدولة ضد رئيس نادي الزمالك. مع احترام لعبد الناصر زيدان سمعنا كتير وشفنا كتير، لكن اللي شفناه ان مفيش اي حاجة بتتحرك ومفيش اي كلام وقضايا كتير مرفوعة ضد مرتضى منصور ومفيش اي حد ولا حد قادر يرفع الحصانة عن مرتضى منصور. قال لك ايه، لأول مرة اعلنها انا رافع على مرتضى منصور 300 قضية ومش هسيب حقي بالقانون، اما قضاياه ضدي فقد وصلت لما يقرب من 600 قضيه وبفضل الله خسر نصها بالكيديه والبلاغات الكاذبه. لا تترك مرتضى منصور يعمل عليك اسد لانه في الاصل فار مزعور، يعني ما تقولش مرتضى منصور وتخاف وتهوج، لا حاول تتمسك بحقك لانه فار مزعور على حسب كلام عبد الناصر زيدان. قال لك الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب قال لاحد اعضاء المجلس وهو منفعل اقعد، مهمه النائب حل مشاكل الناس وبس. فهنا وطب عبد الناصر زيدان بيقول طب ومرتضى منصور اللي مهمته سب وقذف كل الناس في مصر، اخباره ايه معاك يا دكتور؟ عملت انت ايه لمرتضى منصور واخباره ايه معاك يا دكتور؟ ده كان بعض التعليقات السريعة من عبد الناصر زيدان ونجومه المستمر. كلنا عارفين الخلاف بتاع مرتضى منصور وعبد الناصر زيدان
لما حصلت الأزمة ما بينهم، وقناة اللي بيشتغل فيها عبد الناصر زيدان تقريبا ال سي أو حاجة زي كده اتقفلت، وبرنامج كرة بلدنا اتقفل بسبب هجوم عبد الناصر زيدان. واحنا عارفين مرتضى، يعني هو مسمي مرتضى منصور من خلال صفحاته ببهلول الكرة المصرية، وخدنا موضوع لاسارتي وملف نادي القرن، وابقى سلمني على نادي القرن وافيقوا يا جماهير الزمالك من هذه الغيبوبة والترهات اللي بيحاول يشغلكم بيها مرتضى منصور وخالد الغندور. السلام عليكم ورحمة الله.